السلام عليكم الأصدقاء، تحية لكم كاملين ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي خاص باللائحة، اللائحة الأقرب اللي ممكن أنه يعيط عليها المدرب وحيد خليل وزيتش لا تمثل المنتخب الوطني المغربي في المباريات الجوج اللي جايين، جوج ديال المباريات رسمية كدور ضمن تصفيات المونديال الخاصة بإفريقيا. الماتش الأول إن شاء الله نهار جوج شوتنبر غادي يكون ضد المنتخب ديال السودان، ومن موراها غادي يكون الماتش ضد غينيا اللي يكون ان شاء الله نهار 6 شوتنبر. اذا مرحبا بكم في هذه اللائحه الاقرب اللي حسب المعطيات اللي متاحه لنا ديال اللاعبين اللي لعبوا مع المنتخب الوطني المغربي خاصه في تواريخ فيفا الاخيره، كذلك اللاعبين حسب الداتا والارقام ديالهم اللي موجود واللي ما موجودش. غادي نبنيو واحد اللائحه مقربه اللي ممكن تكون هي اللائحه اللي تمثل المنتخب الوطني المغربي في هذه المباريات اللي جايه. اول حاجه هذا كيبقى رايي، اللائحه النهائيه غادي يعلن عليها المدرب حتى ل 26 غشت ان شاء الله، يعني نهار الخميس اللي جاي انا ذاك غادي نتعرفوا على اللائحه النهائيه، ولكن هذا كيبقى فقط اجتهاد، وحتى نتوما من حقكم انكم تذكروا الاسماء اللي حسب الراي ديالكم كتشوفوا باللي هما اللي يقدروا يكونوا في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي يكونوا في لي دات فيفا اللي جايين. اذا نبداو على بركه الله، اللاعبين اللي غادي نذكر خاصه اللي يكونوا باللون الاحمر كيف ديما هما اللاعبين اللي كنتوقعوا على انهم هما اللي يكونوا في التشكيله الاساسيه ديال المنتخب المغربي. اللاعبين اللي بالزرق هما اللي دوبلور ديال لي بوست اللي غادي نهضروا عليهم، وهادو غادي يكونوا هما حراس المرمى. نبداو بحراس المرمى، في الغالب المدرب غادي يعيط على 26 لاعب في التاريخ ديال الفيفا هذا اللي جاي، اربعه ديال حراس المرمى كيف ما كانوا في تواريخ فيفا اللي دازوا قبل، هو ولا كيفضل على انه يعيط على اربعه ديال الحراس باش كل حارس في لونطريمون يخدم مع الحارس اللي كيكون مقابل معاه. اذا ياسين بونو غادي يكون عندنا هو الحارس الاول ديال المنتخب المغربي، كدوبلور لي ثاني غادي يكون منير المحمدي، كذلك غادي يكون انس الزنيتي كدوبلور ثالث، وغادي يكون حتى الحارس ديال الوداد الرياضي احمد رياض التكناوتي اللي حتى هو غادي يكون رابع حارس في التشكيله او في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي. بالنسبه للحراس الامور واضحه، واي واحد دابا كيعرف هاد الحراس باللي هما اللي يكونوا مع المنتخب المغربي. نمشيو دابا للقلوب ديال الدفاع والقلب ديال الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. عندنا جهه لا غبار عليها وكلشي كيعرف باللي رومان سايس هو اللي يكون هنايا كدوبلور لرومان سايس، غادي يكون عندنا لاعب نايف اكلد، وكاين فرضيه اخرى يقدر يعيط المدرب في هاد دات فيفا على اللاعب زهير فضال اللي يقدر على انه يكون في التاريخ ديال الفيفا هذا اللي جاي، ونحطه هنايا في الجهه هذه بحكم انهما ثلاثه ديال اللاعبين كيلعبوا بالقدم اليسرى. نمشيو لهاد الجهه هذه اللي هي قلب الدفاع اللي كيلعب في الجهه اليمنى اللي هو السانتر باك رايت. اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي حاليا كنتوفروا عليهم كيلعبوا بالقدم اليمنى في القلب ديال الدفاع في الجهه اليمنى، عندنا اللاعب سفيان شاكلة. سفيان شاكلة الداتا والبيانات ديالو ما عندوش الجاهزيه، ما كيلعبش مع الفريق ديالو فياريال، وهذا غادي يخلق مشكله للمنتخب الوطني المغربي هنا. علاش؟ حيت الدوبلور او اللاعب الاخر اللي كيلعب بالقدم اليمنى في هذا المكان هذا اللي هو جواد اليميق عنده اصابه، لاعب اخر اللي هو سامي ماي حتى هو في الفريق ديالو ما كيلعبش مع الاسف، بعض المرات كيدخل وكيلعب شوط وكيتغير، هذا الشيء اللي وقع ليه في المباراه الاخيره الثلاثه اللي لعبوا، لعب في واحد الماتش لعب ميطا خرج المدرب، وجوج الماتشات الاخرين ما لعب حتى شي دقيقه غائب عن التنافسيه. ولاعب اخر اللي كنا كنتمناو على انه يكون في الدات فيفا ويعوض هاد اللاعبين اللي ما كاينينش دابا، اللي هو اللاعب بدر بانون اللي كيلعب في الاهلي المصري، لاعب مستوى ديالو مزيان، ولكن حتى بدر بانون من دون عاطفه ما عندوش جاهزيه حاليا. لاعب لعب الفريق ديالو الاهلي المصري ثلاثه ديال لي ماتش غائب عليهم، ما لعبش معهم بسبب انه كان عنده مرض بسبب هذا الوباء هذا، اذا حتى هو غائب عن التنافسيه. هذا المكان هذا ما عندناش شي لاعب اللي موجود دابا، كلهم ما عندهم الجاهزيه، ولكن سفيان شاكله كيتريني على الاقل كيتريني، واللاعب سامي ماي حتى هو كيتريني مع فرقته وكيلعب بعض المرات وماشي غائب عن التنافسيه في خطره. اذا غادي نقولوا باللي سامي ماي
كادوب لور ليه يقدر يعيط لاعب سفيان شاكلة. وهذا البوست هذا بالضبط، فصراحه ملي كنت كنوجد اللائحه اللي كانت توقع، فوصلت لهنايا الصراحه بدا كيبان ليا الاسود، الامور بدات كتخربق، ما فهمت والو باللي ما عندناش لاعب بالقدم اليمنى، في ظل انه عندنا الوفره في هذا المكان هذا. واش المدرب غادي يديباني بلاعب ايسر هنايا؟ وملي كيديباني بلاعب ايسر هنايا راه كنتعذبوا، ممكن يلعب بسايس ونايف اكرد، ولكن راه كنتعذبوا حيت الفريق الخصم كيولي كيضغط على القدم اليسرى ديال هذا اللاعب هذا، وكيخليوه يلعب على القدم اليمنى، وكيوليو عندنا لي باس خاطئين. فنتمنوا على انه المدرب يلقى حل في التاريخ ديال الفيفا لهذا المركز هذا. دابا غادي نمشيو للجهه اليمنى اللي هو المدافع الايمن ديال المنتخب الوطني المغربي، والحمد لله الجهه اليمنى فيها اشرف حكيمي، والمستوى اللي قدم اشرف حكيمي مع الفريق ديالو الجديد باريس سان جيرمان ما كرهناش، وكانوا عندنا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كاملين بنفس الاجتهاد وبنفس الخدمه اللي كيدير اشرف حكيمي، يعني هو اللي غادي يكون اساسي في هذه الجهه هذه. كدوبلور ليه عندنا شكون؟ عندنا اللاعب اللي رجع الفورمه، رجع الاداء ورجع الجاهزيه، وحاليا عنده تنافسيه، اللي هو اللاعب ديال اياكس امستردام نصير مزراوي. نصير مزراوي كان عنده مشكله مع احد حاملي الامتعه ديال المنتخب الوطني المغربي، المدرب كان خضع عليه موقف وما عيطش عليه، ولكن حتى في الوقت اللي ما كانش هو عيط عليه انا ذاك نصير مزراوي كانت عنده اصابه. دابا نصير مزراوي موجود، عنده جاهزيه وعنده تنافسيه، لاعب من افضل اللاعبين المحترفين ديال المنتخب الوطني المغربي، خاصه في التاثير ديالو الايجابي مع الفريق اللي كيلعب فيه. اذا العادي نصير مزراوي خصو يكون في التاريخ ديال الفيفا في هذا المركز هذا. دابا نمشيو للجهه اليسرى ديال الدفاع ديال المنتخب، الحمد لله اللاعب ادم ماسينا مع الفريق ديالو الانجليزي واتفورد، اللي مع الاسف ما كيقدموش ماتشات مزيانين، فهو على الاقل كيلعب وعنده جاهزيه وتنافسيه واساسي، والحمد لله الاصابه اللي كانت عنده رجع قبل من الموعد اللي كان محدد ليه انه يرجع فيه، رجع قبل، وهذا الشيء الحمد لله كيفرح. حتى اللاعب حكيم زياش اللي نمشيو ليه في اللاعبين ديال الوسط الهجومي للمنتخب، حتى هو الحمد لله في المباراه ديال البارح ديال فرقتو رجع ودخل المدرب في اخر اطوار المباراه، والحمد لله باللي حكيم زياش شفناه ما عنده حتى شي مشكل، وحتى التاريخ اللي كان محدد على انه يرجع فيه حتى هو رجع قبل، وهذا شيء ايجابي بالنسبه. نكملوا في الدفاع الايسر للمنتخب، ادم ماسينا كدوبلور ليه ما كاينش شي دوبلور اللي بالمستوى العالي حاليا في هذا المكان هذا، فعندنا لاعب واحد اللي ممكن انه يكون كدوبلور لاعب ادم ماسينا، ومع الاسف حتى هو ناقصه تنافسيه حيت كيلعب في الدوري المغربي اللي هو اللاعب العملود، بحكم ان الوداد كنعرفوه سالات الموسم الكروي ديالها، ودابا يلاه كيبريباريو الموسم الجديد، بمعنى انه ما واجدش، ولكن راه الاساسي هو ادم ماسينا، هو غادي يكون كدوبلور لهذا المكان هذا. دابا نمشيو للاعبين ديال الوسط، الا قلنا هذا المكان هذا فيه مشكل حاليا للمنتخب المغربي بحكم ما كاينش الجاهزيه والتنافسيه ديال هاد اللاعبين هادو، نفس المشكل غادي نقولوا على الخط الارتكاز وسط الميدان الدفاعي ديال المنتخب. جوج ديال اللاعبين اللي كانوا في المفكره ديال المدرب وشفناهم، شفناه اول حاجه كان عنده اللي كيعول عليه سفيان امرابط هنايا، مع الاسف المعطيات الرسميه ديال سفيان امرابط دار عمليه جراحيه، دوز الفتره ديال الاستشفاء ديالو ودخل في التدريب، ولكن حاليا يلاه كيدير التدريب الفرديه في الفريق ديالو فيورنتينا، باقي ما دخلش في التدريب الجماعيه وباقي ما دخلش في المباريات، ما لعب حتى شي ماتش، والاكثر من ذلك ما خضع حتى شي حصه تدريبيه مع الفريق اللي كيلعب معاه فيورنتينا الى حدود هذه اللحظه اللي كنصوروا هذا الفيديو هذا. صعيب واخا يرجع في هذه الايام اللي باقيه، صعيب كنظن بان الفريق ديالو ما غاديش يلعبوا حيت يلاه راجع من اصابه، بمعنى سفيان امرابط ما موجودش، وفي الغالب في الغالب المدرب ما غاديش يعيط عليه، وحتى الا عيط عليه فقط غادي يكون مع الجروب، وصعيب على انه يلعبوا. ثاني لاعب اللي هو اللي كان دوبلور ديال سفيان امرابط يحيى جبران، لاعب ديال الوداد الرياضي، لكن المشكله ديال يحيى جبران هي نفسها اللي هضرنا على ايوب العملود، الوداد سالات الموسم الكروي ديالها، يلاه دابا كيوجدوا الموسم الجديد، يعني ما لاعبينش مباريات وما عندهمش دقائق من اللعب وتنافسيه في رجليهم، وهذه هي المشكله اللي تخلينا نعانيو في هذا المركز هذا. كيبقى عندنا لاعب واحد اللي هو
عادي لتعرابت اللي غادي نحطوه هنايا اللي كيلعب في بنفيكا. بعض المرة كيلعب بعض المرة ما كيلعبش. الفريق ديال بنفيكا جابوا واحد اللاعب كان كيلعب مع المنتخب ديال البرتغال ماريو، وخد المكان الاساسي ديال عادل تعرابت مع الاسف. والمدرب ديال بنفيكا ولا كيلعبوا كيخلي لينا عادل تعرابت في مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني عاد كيدخلوا عاد كيدخلوا. هذه هي الامور ديال عادل تعرابت. كدوبلور عادل تعرابت عندنا اللاعب ايمن برقوق. ايمن برقوق نفس الهضره اللي نقولوا على عادل تعرابت. السيمانه اللي كانت قبل من هذه لعبوا ضد دورتموند خسروا ب5-2، خرجوا المدرب مع سال الشوط الاول خرجوا، وهاد السيمانه ما لعب حتى شي دقيقه، بمعنى ما موجودش. ولكن لا يخليني نحطه في هذه اللائحه هذه، ما كاينش حل، ما كاينش بديل عند المنتخب. هو اللي يخلينا نشوفوا ايمن برقوق في هذه اللائحه ونضيفوا عليهم كدوبلور اخر اللي هو يحيى جبران، حيت ما عندناش باش نلعبوا، مع الاسف ما كاينش باش نلعبوا. هذا علاش غادي يكونوا عندنا هاد اللاعبين هادو في المكان اللي كان من المقرر انه يكون فيه سفيان امرابط، لكن مع الاسف لاعب عنده اصابه. وقبل ما نوجد لهذا الفيديو بعض الاصدقاء في الانستغرام حيت عارفين ومتبعين الامور ديال المنتخب قالوا لي علاش اللي ما نستعنوش باللاعب كريم الاحمدي في هذا المركز هذا والبوست ديالو، واللاعب قدم ماتش مزيان ضد الرجاء مع الفريق ديالو اتحاد جده. كريم الاحمدي اخواني ما هو رسمي، اللاعب قرر الاعتزال واعتزل هو ومبارك بوصوفا والمهدي بن عطيه، يعني ما يمكنش على انه اللاعب معتزل ونجيبوه يلعب ماتش واحد ويمشي. فاللاعب كان خطر القرار ديالو. اذا هذا هو المركز ديال القلب ديال الوسط الميدان الدفاعي ديال المنتخب، وهذو هما اللاعبين اللي فيه. نمشيو لهاد الجهه هذه اللي هو وسط الميدان الهجومي بلي ميكر ديال المنتخب. اول لاعب اللي هو اللاعب حكيم زياش هو اللي يكون هنايا، والحمد لله حكيم زياش رجع في الموعد اللي حنا محتاجينه. والبارح ملي شفتو ضد الارسنال فرحت بزاف، حيت حنا محتاجين في التاريخ ديال الفيفا لاعب اللي عطانا الحلول من طينه اللاعب حكيم زياش. كدوبلور ليه وهو اللاعب الياس شاعر، اللاعب اللي كيلعب في كوينز بارك رانجرز. هذا الفريق كيلعب في البروميرشيب يعني في الدرجه الثانيه من الدوري الانجليزي. السيمانه اللي فاتت لعب عطى اسيست، وهاد السيمانه هذه لعب وماركا. لاعب عنده فعاليه وعنده جاهزيه، ولاعب اللي نقدروا نحتاجوه في المنتخب الوطني المغربي في المباريات اللي جايه. افضل خلف اللي ممكن على انه يكون الحكيم زياش في حاله الى استعنا بحكيم زياش في المركز هذا ديال السبعه اللي هو ايليا دروا. اذا نمشيو للجهه الاخرى اللي هو المركز ديال الثمانيه لويت. عندنا اول لاعب وهو سليم املاح، لاعب اللي كيلعب في ستاندارد ليج، كيلعب كرسمي مع الفريق ديالو. السيمانه هذه لعب ماتش وماركا، دار بو ماتش، بمعنى اللاعب عنده فعاليه وعنده جاهزيه، هو اللي في الغالب غادي يكون اساسي في هذا المركز هذا. كدوبلور ليه كاين واحد لاعب اللي غادي يكون جديد في اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي في تاريخ ديال الفيفا هذه، اللي هو اللاعب عمران لوزا. من بعد ما اللاعب قرر على انه يحمل الالوان ديال المنتخب الوطني المغربي في التاريخ ديال الفيفا كان توقع على انه يكون، وخالي لوزيتش حطه في اللائحه، هو اللي غادي يكون دوبلور ديال اللاعب سليم املاح في المركز ديال الثمانيه. للاشاره اخر مباراه ديال هذا اللاعب مع الفريق ديال واتفورد لعب شوط واحد والمدرب خرجه، ولكن المستوى ديالو كان ضعيف. ولكن غير باش نكونوا منطقيين، هذه اول مباراه عنده في الدوري الانجليزي، حيت كنعرفوا كان في الدوري الفرنسي مع نونت. اول مره غادي يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز، شيء عادي على انه اول ماتش، يلا يتاقلم يلا يعرف الاجواء. والدوري الانجليزي راه توب نيفو في العالم ديال الاحتراف، ما نقارنوش بالدوري الفرنسي. بالنسبه للاعبين ديال الهجوم نبداو بالهجوم في الجهه اليمنى اللي هي السبعه. هنا كيبقى عندنا اللاعب اللي بدا كيبين على مستوى مزيان مع الفريق ديالو اشبيليا، عطى فرصه لوبيتيغي وقدم مباراه اللي مزيانه، اللي هو اللاعب اسامه ادريسي. رجع التنافسيه وهذا هو المهم باش تكون في المنتخب الوطني المغربي. لاعب اللي كدوبلور ليه وهو اللاعب اللي دابا كيلعب في ازيد الكمار، زكريا بوخلال، اللي حتى هو ولا كيلعب مع الفريق الاول ديال ازيد الكمار. بمعنى اللاعبين بجوج عندهم تنافسيه وعندهم جاهزيه وموجودين باش يكونوا مع المنتخب في هذا المركز هذا. بالنسبه للجهه الاخرى عندنا اللاعب ديال الرجاء الرياضي اللي رسميا ولا لاعب ديال العين الاماراتي، سفيان رحيمي. والمستوى اللي كيقدم فمن خلال الخدمه اللي دار مع الرجاء غادي يكون في التاريخ ديال الفيفا في هذا المركز هذا. كدوبلور ليه او لاعب اللي يكون كاحتياطي ليه اللي هو
اشرف بن شرقي اللي اختاروا هو اللي يكون كدوبلور اللاعب سفيان رحيمي، ولكن ربما على ان المدرب يكون عنده فكر اخر يلعب يلعب بن شرقي ويكون كدوبلور ليه سفيان رحيمي. هنا كيبقى فقط مساله ديال راي وتوقع. فهاد الجهه هذه عندها جوج ديال هاد اللاعبين هادو. بالنسبه للاعب ديال قلب الهجوم سترايكر ديال المنتخب المغربي، لا نقاش على انه باللي غادي يكون عندنا يوسف النصيري هو اللي يكون اتاكون دو بوان ديال المنتخب. كدوبلور ليوسف النصيري كنشوف باللي المدرب ولو ما كايناش تنافسيه وما كايناش جاهزيه، كنشوف وكنحس باللي المدرب غادي يعيط على الحدادي، منير الحدادي اللي كيلعب في اشبيليا. منطقيا اللاعب ما عندوش تنافسيه، ما عندوش جاهزيه، المنطق كيقول في المنتخب خصك لاعبين يكونوا موجودين وعندهم ماتشات تفرج ليهم. الحدادي ما كيلعبش مع فريق ديالو اشبيليا في الواقع، في المنطقه راه ما خصوش يكون، ولكن بحكم المدرب غادي يبغى يحافظ على الجروب ديالو وما يبغيش يبدل بزاف ديال اللاعبين في المجموعه وفي اخر تواريخ ديال الفيفا، حيت كاين واحد السبب مباشر اللي هو ما عندناش فتره ديال الاعداد للماتش ديال السودان. المنتخب غادي يبدا التربص الاعدادي ديالو نهار 30 والماتش الرسمي غادي نلعبوه نهار 2، بمعنى ما عندناش واحد الحيز من الزمن. يلاه نديرو جوج ديال الحصص التدريبيه او ثلاثه وغادي نلعبوا الماتش ديالنا، بمعنى انه ما كاينش وقت كافي عليها. المدرب غادي يعتمد على اللائحه اللي كانت في تواريخ فيفا اللي كانت قبل اللي لعبت مع غانا ومع بوركينا فاسو. هذا علاش غادي نحط اللاعب منير الحدادي كدوبلور ليوسف النصيري، وكدوبلور ثالث غادي يكون عندنا ايوب الكعبي اللي مشى للدوري التركي رسميا، هو اللي يكون كدوبلور ثالث. هذه اللائحه اللي كنتوقع على انه المدرب غادي يعيط عليها مع المنتخب الوطني المغربي في الماتشات اللي جايين. كاين واحد الاسم اخر اللي بدا كيجتهد في الاونه الاخيره وبدا كيقدم مستوى مزيان مع الفريق ديالو، كيلعب كاساسي وكتكون عنده تاثير وفعاليه، اللي هو اللاعب سفيان بوفال. سفيان بوفال لاعب مهاري كيعطي حلول، نشوفوا واش المدرب يعيط ليه في تاريخ فيفا ولا لا. وإلا كان راه غادي يكون كورقة رابحة للمنتخب المغربي في الشوط الثاني، في حالة إلا لقينا شي مشكل مع الفرق اللي كتلعب بالدفاع المتأخر وكدير تكتل دفاع وما كتلقاش حلول، تما كيخصك تكون في حاجة اللاعبين اللي عندهم السرعة وعندهم المراوغة ويعطوك إضافة، خاصة اللاعبين اللي كيكسبوا الأمطار وكيمشيو كيقصدوا الدفاع ديال الخصوم. هذه هي اللائحة اللي حسب الرأي ديالي كنتوقع على أنه المدرب وحيد خالولوزيتش غادي يعيط عليها في الماتش اللي غادي يجمع المنتخب المغربي مع السودان، وكذلك الماتش اللي غادي يجمع المنتخب الوطني المغربي مع غينيا. للاشاره المنتخب ديال السودان ديجا بداو المعسكر ديالهم في الامارات، لعبوا ماتش ودي البارح مع المنتخب ديال النيجر، تفرجت فيه خسروا بجوج لواحد، ولكن المدرب لعب تشكيله ب يعني الخطه ب يعني اللاعبين البدلاء ديالو ماشي اللاعبين الاساسيين. هذه الامور اللي كتعلق بالخصم ديال المنتخب الوطني المغربي. دابا نتوما من حقكم في التعليق تعطيو الراي ديالكم بكل حريه، اللي عنده شي راي يخليه. شكون هما اللاعبين اللي كتوقع يكونوا؟ شكون هما اللاعبين اللي ذكرت اللي كتوقعوا على انهم ما يكونوش؟ وان شاء الله نهار الخميس مع 12 غادي تكون الندوه الصحفيه اللي من خلالها وحيد خالولوزيتش غادي يعطينا اللائحه ديال المنتخب، وانا ذاك غادي نعرفوا ما هو رسمي. ما بقى لي الا نودعكم، ولكن للاشاره اخواني الانستغرام ها هو، مرحبا بكم كاملين، ديما كيكون الجديد والاستشاره معكم كتكون في ستوريات. مرحبا بكم كاملين، ما بقى لي الا نودعكم. كان معكم محمد الحجوي من قناه منتخب فانز، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.